اوقف عند حدك عشيري. اليوم الدراري غندويو كيف ما كتشوفوا في العنوان، غندويو على حماده شروقاش، وغندويو على وقف عند حدك سويل، وغندويو على الشناقه في فيديو صغير دقيقه ولا جوج دقائق خفان زربان. ما غندويوش على واحد جبراش خوش كيديروا لي لايف ولا عيباش، ما ندويوش على هذوك خوياتنا كيجيني انايا كيجوني انا فهمتيني ما مصفينش بالرجوله، ما مصفينش ما نهضروش عليهم هاد الجوج، ما نهضروش عليهم كاع. عندو على حماده الشروقات مني خرج بالفيديو وضح بزاف د العيباش باش عجبني انايا، عجبني خرج بالدلائل، خرج بالدلائل مني بنادم كيجيب الادله سالينا، ادله حيه سالينا الهضره، هذا هو اللي كاين. حماده جبن واحد الدريري مريقل باغي يضحك باغي ينشط باغي يدوز وقيته زوينه، كيعجبو يتعرف على الناس، كيعجبو يدير الخير، المهم ديك الدري تيبان فهمتي ما كيبانش فيه، ما كيبانش فيه التخلويط، هو كيبغي يضحك كيبغي يطلقها، المهم ما تيبانش فيه التخلويط، ما كيبانش بغي يطمع في بنادم وكذا. باغي يخدم كيدير فيديوهات كذا، خاصو ضروري يدبر على راسو، علاش داير هو فيديوهات كيتقادر كيخسر فلوسو باش يربح شويه الفلوس. كندو على يوتيوب انستغرام الاشهارات واللعيباش راه الله يسهل عليه داكشي ديالو يدبر راسو. بالنسبه حنا المسابقات، المسابقات كاينين الناس كينصبوا على الناس، حوجه كتخن الشواري، ولكن شكون جبد الفيلم كامل هذا الصداع هذا جبدهم سهيل وقف عند حدك بلبله، حد خونا بلبل هذه ديال بصح سهيل عنده عليه هوايا. سهيل كيدير فيديوهات فلاشين الثانيه، كيحط مواضيع وكيهضر على بزاف على الناس، هو كيدوي بزاف على الناس، راه هو عارف راسو كيدوي على بزاف على الناس. ما انا شفت واحد الفيديو اللي عجبني ديال سهيل، هو دوا على يوتيوب قناه ديالك ملي كطيح لك شنو هما الاسباب. هذا فيديو صراحه ينفع بزاف، غينفع بزاف ديال الناس وغيستافدوا، ودري كاين وعندو تجربه في يوتيوب وعندو لي فان وعندو بزاف ديال الاتاويش. وقف عند حدك عشيري. المهم سهيل هو اللي جبد الفيلم هذا، فرشها من واحد بالرجوله، كاين اللي تفرش وكاين اللي غتقدم مع داك المفروشين، هنا في وقع الغلط. المهم ولكن الناس باش كيكلاشيو سهيل، تيكلاشيو بهذيك اللعيبه تيقول لي انت عايش مع راجل ماماك في دبي والى اخره، عادي حاجه طبيعيه راه حلال طيبه مو زوجه هو عايش تماك مع الوالده ديالو، بيس نورمال. كتب لي هذه حاله عاديه، على بغيتي ديك اللعيبه ديال تسبوا بها وكذا كتب لي نورمال، لا يسبك شي واحد بهذه اللعيبه هذه فهمتي، تحس بيه بحال حاسداد بحال فهمتيني ما عرفتش. المهم بحال هذه اللقشه هذه انا بعدا كنعجبني هذا البلان. شوف ملي تفرش هذا اللعيبه تاع الكيف اواي بلان زواول باش بنادم يولي فاهم، لانه هو بزاف ديال بنادم حاولي ما فاهم حتى لعبه، كيبدا يطاقي صحابو كيبدا ابوني داك لي كونت، في الاخر تيقول لك وا نصبوا علينا وحنا ضريفين، حنا بغينا نربحوا تليفون، حنا بغينا نربحوا هذيك 1000 درهم وكذا. وسير خدم اخويا على روحك ودبر على 1000 درهم، تقاتل على فهمتي باش تجيب صريف باش تعيش. بقاو قابل لي انستغرام واش بقات ابونيش بنادم، وفي الاخر بديت بكي ما تربحش حتى لعبه، راه ما كاين حتى لعبه، بقاو طالقين عليكم راه ما كاين حتى لعبه من داكشي كامل الخوش. وشوف فيا مزيان راه ما كاين حتى لعبه، غاسير دير شي خدمه ولا دير شي لعيبه، خدم على روحك دبر على روحك هكا غتجيب الصرف من الاخر. نرجعو لخويا ياساش، هذا هو اللي كاين اخوتي، هادشي اللي باغي نقول لكم انا. المهم سهيل فرش هاد البلان، حماده كلعصا بسميه واحد اخرين، صافي سالينا الفيلم. اما الاخر ما ندوش عليهم، هذوك باينين شي بنادم فهمتي، باين بنادم ما مصفيش، نصب ما نصبش العلم لله، هذا هو اللي كاين. السلام عليكم الدراري، نشوفوا في فيديو جديد، خليو داكشي في الكومونتير اش بان لكم نتوما الخوت، واش شي فيه شويه تخلويط، واش حماده قال شي حاجه معقوله ولا ما قالهاش، سهيل واش عنده الصح ولا ما عندوش الصح، حيت سهيل هو كان كيدير لي كيف اواي للعيباش. اذا انت اخويا نصبش على بنادم ولا ما نصبتيش الله اعلم. لا شوف لك درتي مسابقه وربح شي بنادم، هنا البرافو ديالك، درتي مسابقه وما ربحتيش بنادم هنا ما بلانش، هذا ما بلانش، هذا هو اللي كاين اخوشي. انا راه ما مع سهيل ما مع حماده، ليس عليكم كاملين، غير بغيت نقول الراي ديالي بالفيديو، ماشي نكتبوا في كومونتير تحت شي فيديو ديال حماده ولا ديال سهيل، لا ما نجاوب بفيديو بيس نورمال ما كاين حتى شي مشكل، وراه الله يسهل عليكم الدراري كاملين. شوف بنادم يخدم وربي عوين، يلا نشوفوا فيديو جديد العشرين، كان معكم اللحية القاضي بن سعيد لوطفي، سالينا اخوتي الهضره، يلا السلام عليكم.